ويحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 11 لرحيل الرئيس ياسر عرفات بتنظيم فعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن مئات الفلسطينيين توافدوا على ضريح الراحل في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله لقراءة الفاتحة على روحه قبل تنظيم مسيرة إلى حاجز مستوطنة بيت إيل شمالي المدينة. ومن أمام ضريح ياسر عرفات نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا بشار صغير. بشار، كيف هي الأجواء والاستعدادات لإحياء الذكرى؟ نعم أمال، كما ترين نحن الآن في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله. ورائي نرى ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والتي تصادف اليوم الذكرى 11 لرحيله. لهذه المناسبة يتوافد الفلسطينيون من كافة شرائح الشعب الفلسطيني اليوم إلى هذا الضريح، حيث يقرؤون الفاتحة على روحه وأيضا يضعون أكاليل الزهور على ضريحه. هنا يتجمعون قبل الانضمام إلى مسيرة كانت قد انطلقت قبل قليل إلى حاجز مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة المجاورة لرام الله. وبالتالي من المتوقع بأن تندلع هناك مواجهات بين الشبان وبين قوات الاحتلال في المنطقة. من اللافت أيضا أمال بأنه على خلاف الأعوام السابقة لم تنظم اليوم فعاليات مركزية، بمعنى فعاليات تتضمن مهرجانات وتصريحات ومشاركات لساسة إسرائيليين، بل كما نرى الفعالية لهذا اليوم قد غلب عليها الطابع الشعبي. يتزامن هذا أيضا أمل للتذكير مع تأكيدات الشعب الفلسطيني سواء السياسي والشعبية على أن من يقف وراء موت عرفات أو رحيل عرفات هي الحكومة الإسرائيلية التي يتهمها الفلسطينيون بتسميمه، كما سمعنا ما قاله اللواء توفيق تراوي رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في رحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات. نعم، شكرا جزيلا بشار صغير من رام الله.